أهلا بحضراتكم. وجدنا دلوقتي عن منظومة التأمين الصحي الشامل، المنظومة اللي انطلقت في محافظة بورسعيد في الأول من يوليو الماضي، وبدأ التشغيل التجريبي ليها لمدة شهرين ثم رسميا اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. أكثر من نصف عدد سكان المحافظة سجلوا بالفعل في المنظومة الجديدة، وده مؤشر جيد جدا على مدى الوعي بأهميتها. لكن في مواجهتنا النهاردة هنسلط الضوء بشكل أكبر على طبيب الأسرة، واللي بيعتبر كلمة السر في المنظومة الجديدة. هنتكلم كمان عن قرب العمل في الوحدات الصحية اللي بلغ عددها 25 وحدة. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي الدكتور احمد غريب، المشرف على تدريب اطباء الاسرة في مشروع التأمين الصحي الشامل، عضو لجنة طب الاسرة بوزارة الصحة والسكان، وعضو هيئة التدريس بكلية الطب. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. معانا كمان الدكتورة رشا ممدوح. الدكتورة رشا هي مدير وحدة الكويت للرعاية الاولية ومدير ادارة المراجعة الداخلية بهيئة الرعاية الصحية. مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير. منورانا، اهلا بحضرتك. طيب اسمحوا لنا احنا بس قبل ما نبدا، كاميرا المواجهه كانت النهارده موجوده في بورسعيد لمتابعه اخر تطورات العمل بمنظومه التامين الصحي الشامل. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع نبدا حوارنا. ما يزيد عن شهرين لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد الذي بدأ محطته الأولى في محافظة بورسعيد، ليتحول الحلم المؤجل منذ سنوات إلى واقع حقيقي ملموس يلمسه المواطن المصري. المنظومة التي تتناغم في تنفيذها كافة وزارات الدولة تستعد للميكنة في 4 محافظات: بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر. هو احنا بقالنا شهرين وشويه اهو بنفتح ملفات للمواطنين. اخذنا شوط كبير جدا من الموضوع في التامين الصحي. احنا حاليا في مرحله انتقاليه ما بين الورقي والميكنه او الالكتروني. النظام ده هيبقى مع كل طبيب وكل ممرضه والموظفين الاستقبال تاب الوزاره سلمته لنا. ده هيسهل جدا موضوع الحجز وهيوفر كتير قوي للمواطن ان هو يقف لسته طويله عريضه من قبل ما يدخل للدكتور. انا جيت اكشف علشان كنت وانا بعمل الفحص الشامل ايام التقديم، فكنت بشوف النتيجه طلع عندي شويه مشاكل في كده، وجيت اعمل اعاده الكشف تاني علشان اطمن بعد نتيجه العلاج، والحمد لله تم الكشف والإجراءات كويسة الحمد لله. تحقق المنظومة الجديدة نجاحات كثيرة منذ انطلاقها برغم وجود بعض الملاحظات من خلال فترة التشغيل التجريبية، لتلافيها مع بدء التشغيل الإلكتروني الكامل خلال أيام. هذه عيادة طب الأسرة بوحدة الكويت التي تقدم خدمتها للمواطنين خلال المنظومة الوليدة. طب الأسرة دوره أساسي في المنظومة الجديدة. طبيب الأسرة المؤهل قدر أنه هو يتعامل مع أكتر من 90% من الحالات، بيتعامل مع كل الفئات العمرية ابتداء من الطفل الصغير حديث الولادة للمسنين. بنتعامل مع كل الفئات العمرية، بنقدم هنا خدمات العيادات الخارجية لكل أفراد الأسرة، بيبقى عندنا الملف العائلي كامل في كل الأفراد. طبعا ده حاجة ما كانتش موجودة في النظام القديم، اللي بيبقى عندنا كل التاريخ المرضي لكل افراد الاسره. جبت شهاده ميلاد العيال النسخ بتاعتها، وجبت بطاقتي وبطاقه جوزي، وجيت وديتهم الموجوده، وهي عملت لي الاجراءات وفتحت لي ملف، وانا دلوقتي بكشف حاليا بالملف بتاعهم. منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد أعلنت أن إجمالي العمليات التي تم إجراؤها في مستشفيات بورسعيد تقدر ب 4240 عملية جراحية، بينهم عمليات كبرى في تخصصات جراحية صعبة، منها جراحات القلب والأورام والمخ والأعصاب، وذلك منذ التشغيل التجريبي في الأول من يوليو. اهلا بحضراتكم من جديد. اسمحوا لي ابدا على طول مع دكتوره رشا. دكتوره رشا، الاول انا عايزه ابدا الحقيقه بوصف الحاله او رصد العمل منذ بدءه اولا تجريبيا، والان كمان بدءه رسميا بقى، خلاص اطلاقه رسميا في اول سبتمبر. قولي لي الوضع عامل ازاي، كلميني عن سير العمل في المنظومه. اولا وحده اسره الكويت او اي وحده الرعايه الاوليه بتقدم مجموعه من الخدمات
منها خدمات طب الأسرة ومعمل وتطعيمات ومكتب صحة وأسنان وطبعا صرف علاج وأدوية من الصيدلية. بالنسبة لبدء العمل والسير جوه المنظومة بدأ، أنا قصدي في المنظومة كلها. تمام. بدأ من أول تسجيل المنتفعين عند دخول الوحدة. بيدخل المنتفع إلينا بيملي أبليكيشن أو في كل بياناته كاملة، وبعد كده بينتقل لعمل الفحص الطبي الشامل. بيمر على ثلاث أماكن أو ثلاث عيادات، طب الأسرة والمعمل والأسنان، وبعد كده بياخد الكارت اللي فيه رقم ملفه. الأول كنا بنفتح ملفات ورقية، دلوقتي انتقلنا لمرحلة تانية هي المرحلة الميكنة. المنتفع هنا الميكنة بدأت من أول المنتفع ما بيخش عندنا عند الكوميونيكيشن مانجمنت أوفيس أو السي ام او، اللي هم الناس المسؤولين عن الريسبشن. هيخش المنتفع عندنا هيسجل بياناته كاملة، هيبقى ليه ثلاث وسائل للتعريف بيه: بيشنت اي دي او اسمه رباعي او الناشونال اي دي اللي هو رقم بطاقته. هيحجز معانا او يعمل بوكينج للميعاد اللي هياخد فيه خدمته. هنشوف دي اول زيارة ولا دي ريفيزيت زيارة تانية. هيدخل معانا بعد كده للنيرس او الممرضة، هتاخد كل الفيتال ساين بتاعته من حرارة لضغط لوزن لأي حساسية، تقييم ألم، تقييم سقوط. وبعد كده هينتقل إلى الدكتور اللي هياخد بعد كده كل حاجة، الكومبلين بتاعته، أي عمليات قام بيها قبل كده، وبالتالي يبقى عندنا هيستوري كاملة عن المريض. دي بتتسجل معانا على السيستم عن طريق التاب. أي مكان هيتنقل ليه المريض هيبقى فيه كل السيناريو ده موجود معانا فيه. ممتاز. طيب دكتور أحمد، أنا عايز أروح كمان لحجم الإقبال قد إيه من المواطنين على التسجيل، خصوصا أن التقارير بتقول أن تقريبا نصف سكان بورسعيد يعني أقدموا على تسجيل بياناتهم. حجم الإقبال إزاي؟ عامل إزاي؟ هو ده صحيح فعلا، تقريبا يعني أكتر حاجة كمان من النص التعداد السكاني لمدينة بورسعيد فعلا حاليا أصبحوا ليهم ملفات في الوحدات ومراكز الرعاية الأساسية، مراكز طب الأسرة، وحدات طب الأسرة. وما زال حتى التسجيل حتى الآن زي ما الدكتور أشار دلوقتي مستمر. الإقبال الحقيقة كبير جدا، يعني يمكن لو حضرتك تشوفي، أكيد حضرتك نزلتي وشفتي الوحدات والمراكز وحجم الحضور قد إيه من المواطنين لفتح الملفات والإجراء الفحص الطبي الشامل. ويمكن دكتورة رشا برضو تفيدنا بالعدد اللي عندها في الوحدة. أكتر من 480 ألف منتفع سجل معانا، أو أكتر من 140 ألف أسرة سجلت معانا بالفعل. طب ده دلالته إيه؟ يعني إلى أي مدى يدينا مؤشر على وعي المواطنين بأهمية إن هم يكونوا موجودين؟ هو بالنسبة لوعي المواطن ده يدل إن كل ما الإقبال بيزيد ده معناه إن حملات التوعية بدأت تنجح بالفعل. بقى في رد فعل ايجابي ناحيه الخدمات. اولا الناس لما جت في الاول ما كانتش مصدقه ان هي ممكن يتم اجراء عمليات زي العمليات اللي حصلت في بورسعيد لاول مره في مدن القناه. يحصل عمليات قلب مفتوح للاطفال، يحصل عمليات في تشوهات خلقيه للعظام عند في الاطفال، وده يدل الى حد ما كبير ان احنا بدانا الحمد لله على طريق النجاح. ممتاز. طيب شايف ازاي يا دكتور احمد أهمية المشروع التأمين الصحي الشامل، وأهمية كمان انه الرئيس بنفسه والدولة ومؤسسات الدولة كلها الحقيقة وأجهزة الدولة مهتمة جدا بانه هذا المشروع يكون موجود وانه ينجح ان هو يحقق الهدف منه؟ هو الفكرة الأساسية اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي احنا زي ما هي هدف عالمي اللي احنا بنتكلم هيلث في الأول او الصحه للجميع، واحسن تطبيق للهيلث فور اول هو مشروع التامين الصحي الشامل زي ما هو موجود برضو في دول كتير في العالم، سواء في اوروبا او في امريكا او في بعض الدول العربيه. ففكره المشروع ان شاء الله بعد اكتمال صوره التامين الصحي الشامل هي هتحقق بشكل كبير جدا فكره الهيلث فور اول او الصحه للجميع، بغض النظر بقى عن النوع، بغض النظر عن السن، بغض النظر عن الحاله الاقتصاديه او الحاله الاجتماعيه، بغض النظر عن كل الاشياء دي. فعشان كده اعتقد اجهزه الدوله كلها مهتميه بتطبيق المشروع، واعتقد كل الدوله ورا نجاح المشروع بشكل كبير جدا عشان يحقق هذا الهدف اللي هو هدف عالمي. طيب انا بقى عايز اتكلم عن جزئيه محدده يعني كتير بيقولوا عليها ان هي كلمه السر في المنظومه دي، وهي طبيب الاسره. ايه هو طبيب الاسره يا دكتور احمد؟ تمام، انا بشكر حضرتك لان ده جزء مهم جدا جدا حقيقي، لان هي فعلا الجزئيه دي يمكن غايبه عن بعض الناس وكتير من المجتمع من
اهالينا في المجتمع او حتى في بعض المنشات الصحيه بعض زمايلنا في التخصصات الاخرى برضو فكره طبيب الاسره او طب الاسره فكره يمكن مش واضحه شويه ومحتاجه ان احنا نوضحها. فخلينا نقول ان طب الاسره اول حاجه بس نبدا بها الكلام ان طب الاسره هو تخصص قام بذاته، تخصص زي باقي التخصصات كلها زي دكتور الباطني زي دكتور الجراحه زي دكتور الانف واذن. طب الاسره هو تخصص قائم بذاته وله الدرجات العلميه والطبيب بيسجل في درجه علميه زي الدبلومه او الماجستير او الدكتوراه او الزماله المصريه وخلافه. فهو في الاول عشان نبقى متفقين ان هو تخصص قائم بذاته. طب ايه اللي يفرق طبيب الاسره عن بقيه التخصصات الاخرى؟ ايه وجه الاختلاف او وجه التشابه بينه وبين التخصصات الاخرى؟ في بعض الحاجات النقاط اللي انا حابب ان انا اركز عليها وهي دي توضح الاختلاف بشكل مبسط لاهالينا كلها. اول حاجه ان طبيب الاسره زي من اسمه هو طبيب الاسره فهو بيتعامل مع كل افراد الاسره، بمعنى انا لا التزم بسن معين، يعني زي طبيب الاطفال، طبيب الاطفال بيتعامل مع الاطفال فقط، لا يتعامل مع البالغين، لا يتعامل مع المسنين، لا انا بتعامل مع الاطفال وبتعامل مع البالغين وبتعامل مع المسنين. لا يلتزم بنوع يعني ذكر او انثى، زي طبيب مثلا النساء والولاده هو بيتعامل مع النساء فقط، لا انا بتعامل مع النساء وبتعامل مع النساء والذكور. فدي من الاول كده توضيح لايه كلمه طبيب الاسره، ان هو بيتعامل مع كل الاعمار، بيتعامل مع الذكر والانثى بكل الحالات. طب نيجي لنقطه الاختلاف الثانيه، ان طبيب الاسره بيتعامل تقريبا في كل التخصصات الاخرى، بمعنى يعني نيجي كده في بدايه فكره طب الاسره، ان هم لما لقوا ان ممكن مريض بيشتكي مثلا، هندي على سبيل المثال، بيشتكي من الام بالمعده وفي نفس الوقت مثلا بيشتكي من مشكله في السمع او في الاذن وهكذا، نحط مجموعه مشاكل بهذا الشكل، انا عشان اقدم خدمه صحيه لهذا المريض يبقى لازم هيروح للدكتور الباطني وهيروح للدكتور الانف واذن وهيروح وهكذا، تمام؟ لا، طبيب الاسره بيقوم بكل ده مع بعض، بمعنى هم جبنا مثلا مجموعه الامراض الشائعه في البطنه في تخصص الامراض الباطنيه ومجموعه الامراض الشائعه مثلا في تخصص النساء والولاده ومجموعه الامراض الشائعه في تخصص مثلا الجراحه وهكذا، تمام؟ ودي كلها اتحطت في المنهج التدريبي والتعليمي لطبيب الاسره، وده على فكره حاجه مش سهله، يعني كل طبيب يلم بهذا الكم من المعلومات والكفاءات والخبرات ده حاجه مش سهله. فاصبح ده هو المنهج اللي بيتم تدريسه لطبيب الاسره عشان في الاخر يبقى مؤهل بطريقه او باخرى ومدرب كفايه ان هو يقدر يتعامل مع كل الحالات الشائعه في جميع التخصصات، تمام؟ ده اختلاف اخر. الاختلاف الثالث برضو اللي انا حابب اقوله، ان طبيب الاسره بيتعامل مع الانسان ككل. يعني ايه ككل؟ يعني انا في مثلا عندي في التخصصات الاخرى، يمكن في التخصصات الدقيقه، ودي حاجات على فكره مهمه جدا وبنحتاجها برضو في شغلنا، في التخصصات الدقيقه مثلا في طبيب جهاز هضمي فقط، تمام؟ وهكذا في كل التخصصات في هذه التفصيلات. لا احنا لا نلتزم بجهاز واحد بس، يعني لا انا ممكن مشاكل الجهاز الهضمي معايا، مشاكل الجهاز التنفسي، القلب، وكل الكلام ده كله طبيب الاسره يقدر ايه ان هو يتعامل معاه ويشخص الامراض اللي هي الشائعه في كل التخصصات دي. طيب برضه محور مهم جدا جدا للجميع عشان يبقوا فاهمينه، ان طبيب الاسره مش بس بيهتم بالمشكله البدنيه، بمعنى احنا عندنا دايما حاجه بنعلمها لكل الدكاتره، ان احنا في حاجه اسمها البايوسايكوسوشيال ابروتش، او اللي هو الجزء البدني اللي هو البيولوجيكال المرتبط بالحاله النفسيه، بالحاله نفسها بنفس المريض، الجزء البدني اللي هو البايولوجيكال. اسمها سايكوسوماتيك ولا بايوسايكوسوشيال؟ أيوه. السايكوسوماتيك دي جزء في الامراض النفسيه، تمام؟ البايوسايكوسوشيال بمعنى البايو اللي هو الجزء البيولوجيكال اللي هو الجزء البدني، اللي هي الشكوى اللي اي حد بيجي يشتكي منها للطبيب، وده الحاجه المعتاده اللي الناس كلها بتتعامل معاها. والجزء احنا قلنا بايوسايكو او السايكولوجيكال او اللي هو الجزء النفسي، تمام؟ والسوشيال الجزء الاجتماعي. وده من 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 مفهوم ان اوريدي الانسان ده عايش في مجتمع داخل اسره، فبيتاثر بالمجتمع. تاني حاجه ان الجزء النفسي لا ينفصل باي حال من الاحوال عن الجزء البدني. عايز تقول لي انه طبيب الاسره ده بيبقى معاه كتالوج الانسان او الشخص اللي هو مسؤول عنه. بالظبط. بالظبط. طيب ده هل ده ليه مردود؟ هل ده شيء مفيد للمريض؟ اكيد.
ما ده اللي احنا عايزين نقوله. يعني بس ده معناه كمان انه طبيب الاسره ده هيبقى معاه مجموعه من الحالات هو مسؤول عنها، لازم هو اللي يفضل مسؤول عنها. بالظبط ولا ايه؟ طب تمام ده مظبوط. فهي الفكره كلها لان هو اللي هيبقى عارفها وفاهمها ودارسها خلاص. يعني ده بقى ده ايه الفايده من الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده؟ معنى الكلام ده ان انا لما انا خلاص انا عارف طبيب الاسره الدكتور محمد ده هو طبيب الاسره بتاعي، فانا كل ما بشتكي من اي شكوى مرضيه بروح حتى لو نفسيه، زي ما قلنا احنا بنشمل كل الشكاوى اللي احنا قلناها سواء جسديه او نفسيه او حتى اجتماعيه، تمام؟ فانا بروح للدكتور بتاعي اللي هو طبيب الاسره بتاعي. طيب الدكتور ده المفترض ان هو ملم بالحاله بشكل كامل زي ما حضرتك قلتي بالظبط، فبالتالي هو عارف تطور الحاله من ساعه ما هو شاف المريض لحد النهارده شكله عامل ازاي، وبيساعده في الحاجات دي بعض احنا بنسميها ادوات طبيب الاسره. ادوات طبيب الاسره دي منها الفايلنج سيستم او الملف الطبي بتاع المريض طبعاً. اللي كانت لسه الدكتوره رشا بتتكلم عنه. الملف الطبي بقى سواء بصورته الورقيه المعتاده او بالصوره ان شاء الله اللي هي الالكترونيه، ودي هتفرق كتير جدا جدا كمان في الخدمه. فدي من ضمن الادوات اللي بتضمن ان انا يكون عندي فكره كامله عن التاريخ المرضي لهذا المنتفع او لهذا المريض، فبالتالي الصوره بتبقى متكامله. ده يفرق مع المريض في شيء؟ يفرق طبعا، لان انا لما اجي اعالجه على سبيل المثال عيان المرض اللي بيعاني من مرض السكر، لما انا هعالجه مرض السكر هبقى حاطط في اعتباراتي بعض المشاكل الاخرى اللي بيسببها مرض السكر، ولازم ان احنا نعمل لها مسح طبعا، ودي جزء برضه يمكن هاجي لحضرتك فيه بعد كده. فبالتالي بنمنع حدوث المرض قبل حدوثه، وده جزء اساسي من شغل طبيب الاسره برضه. ممتاز. طيب انا هرجع بقى لحياتك لتفاصيل اكتر تخص طبيب الاسره، بس الاول برضه عايزه اروح للجزئيه بقى اللي معنيه بيها الدكتوره رشا. دكتوره رشا، لو اتكلمنا عن هيئه الرعايه الصحيه اللي حضرتك، انا هقول بالظبط التايتل، مدير اداره المراجعه الداخليه في هذه الهيئه. ايه هي الهيئه دي؟ اختصاصها ايه؟ الدور اللي بتقوم بيه ايه؟ هيئه الرعايه الصحيه هي الهيئه المسؤوله عن المانجمنت او الاداره الكامله لكل الوحدات والمستشفيات اللي هتدخل ضمن منظومه التامين الصحي الشامل. الوحدات والمستشفيات دي عشان تدخل ضمن المنظومه لازم الاول بتعدي بهيئه الرقابه والاعتماد. هيئه الرقابه والاعتماد حاطه معايير وستاندردز للجوده، بتنزل تدينا البرميشن او تنزل تتمم ان المكان ده اوريدي اتسجل معاها او ريجستد معاها في هيئه الرقابه والاعتماد، وبالتالي ده يخش معايا ضمن المستشفيات والوحدات، هتخش ضمن هيئه الرعايه. هيئه الرعايه مجموعه من الادارات بتمانجمنت كل حته موجوده في هيئه الرعايه. اداره للصيدله، اداره للجوده، اداره للانفكشن، ادارات مختلفه كتيره جدا بتمانجمنت وبتتابع كل حته موجوده فيها. اما بالنسبه بقى للجزء بتاعي بتاع المراجعه الداخليه ده كويس، فدي اداره مسؤوله عن الرقابه والمتابعه لكل بروسيس او كل حاجه بتحصل في هيئه الرعايه، وهي اداره مستقله تماما. بتقوم وبترفع ريبورتات دايركت لرئيس الهيئه. زي كده بنعمل على نفسنا تفتيش داخلي، بنراجع فيها كل حته موجوده عندنا في الهيئه، وبنعمل زي كوركشن بلان، يعني بلان تصحيحيه لكل خطا موجود عندنا، وبنصلحه من اول وجديد، وبنرفع توصيات بها الرئيس الهيئه مباشر. يعني مهم بالنسبه لكم ان احنا كمان نتعلم من التجربه، يعني واحنا بنخوض التجربه في صعوبات هتطلع قدامنا، في بعض الاخطاء هنقع فيها، فبنراجع نفسنا طول الوقت. بالظبط كده، بالظبط. ده شيء مهم جدا. هرجع لحضرتك بس دكتور احمد، هي فكره طبيب الاسره مطبقه في دول اخرى؟ طبعا مطبقه، طبعا مطبقه في اوروبا، مطبقه في امريكا، ومطبقه في بعض الدول العربيه. طيب برضو احيانا بيحصل خلط ما بينه وما بين الممارس العام اللي هو بره اسمه الجنرال براكتيشنر، يعني او الممارس العام. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم، طيب نرجع برضو، دي نقطه كويسه جدا جدا عشان نعرف الفرق ده، لان في لبس فيه. احنا هنا بالنسبه لنا في مصر كل الاطباء في مراحل الدراسه بعد ما بيخلص دراسه كليه الطب وبيتخرج من كليه الطب ويخلص سنه الامتياز، هو ده اللي احنا بنسميه الممارس العام. الممارس العام هو الطبيب اللي خلص الدراسة بتاعته ومرحلة التدريب في مرحلة الامتياز ولم يتخصص بعد، لم يتخصص بعد او يسجل في درجات بقى العلمية سواء الدبلوم او الماجستير او الدكتوراه او اي درجة علمية من الدرجات اللي احنا المتعارف عليه. فالممارس العام هو طبيب حديث التخرج الذي لم يتخصص بعد. اما طب الأسرة هو زي ما قلت حضرتك في بداية حوارنا ان هو تخصص قائم بذاته، ودي ليه درجاته العلميه، يعني زي بالظبط الممارس العام اللي هو لسه متخرج ما بيسجل، في بعضهم بيتجه يبقى طبيب باطني، وبعضهم يبقى طبيب نساء، وبعضهم يبقى طبيب انف واذن وعيون وهكذا، في ناس بتتجه تبقى طبيب اسره.
تمام، ويمشي بقى في السلك التعليمي والتدريبي ان هو يحصل سواء على درجه الدبلومه او الماجستير وبعدها الدكتوراه او الزماله المصريه لطب الاسره وهكذا. فده اختلاف كبير جدا، لان الناس برضو جزئيه الممارس العام دي بتبقى عامله له شويه قلق شويه، يعني فكره ان انا الممارس العام ده اللي هو بيشوف اي حاله ومفروض ان هو يحاول الحاله، ودي نقطه طبعا برضو مهمة جدا ان احنا لازم نلقي الضوء عليها، ان فكرة الاحالة داخل طب الاسرة هي زي ما انا برضو ذكرت لحضرتك ان في عندنا حاجة اسمها ادوات طبيب الاسرة اللي بيستخدمها عشان تساعده على تقديم الخدمة للمجتمع، من ضمنها الاحالة. الاحالة المقصود بيها ان هو بيحول الحالات في حالة واحدة فقط، انها محتاجة لخدمة اخرى. الخدمة الاخرى دي يا اما حاجة مش متوفرة في المكان اللي هو بيقدم فيه الخدمة، او محتاجة استشارة من مستوى اعلى في التخصصات الدقيقة. فدي فكرة الاحالة، هي ليست طبيب الاسرة بيقدر يتعامل تقريبا مع بنسبة 90% مع الحالات اللي ممكن يشوفها في وحدات او مراكز طب الاسرة، ويتبقى الجزء اللي هو 10% ده داخل فيه بقى جزء اللي هو الاستشارات للمستوى اعلى من التخصصات المختلفة، او تدخلات جراحية او معامل او اشعاعات وهكذا. فهي ده فكرة الإحالة، ان دي جزئية مهمة جدا. طيب عدد اطباء الاسرة الموجودين في بورسعيد قد ايه، ولأي مدى نقدر نقول ان هم كافيين؟ هل هم كافيين لو قلنا نسبة وتناسب مع عدد المواطنين الموجودين هناك؟ هو بصفة عامة برضو خليني اقول لحضرتك، بصفة عامة عدد اطباء الاسرة في مصر كلها هو عدد قليل شوية، لان كان في الفترة اللي فاتت يمكن ما كانش اقبال كبير على التسجيل للدرجات العلمية في طب الاسرة، فبس الوقت الوضع بيختلف، بالعكس الوقت في اقبال على الحصول على الدرجات العلمية في طب الاسرة من الاطباء حديث التخرج. الحاجة التانية اللي برضو في بعض البرامج اللي حاليا بتتم لتعويض هذا النقص، يعني احنا عندنا في تدريبات اوريدي بتتم للاطباء اللي هم الممارسين العوام بقى زي ما حضرتك قلتي كده، دول عشان نؤهلهم لممارسه طب الاسره فيما بعد لحين الحصول على الدرجات العلميه، وفي كورسات اوريدي بتتعمل دلوقتي. هرجع حضرتك بقى نعرف الكورسات دي، بس دكتوره رشا انا برضو عايزه اتكلم لوحده الكويت للرعايه الاوليه. اولا كلمينا عن وحده الكويت، الدور اللي بتقوم بيه، عدد الاطباء والتمريض والفرق الطبيه اللي موجوده فيها. وحده الكويت هي وحده للرعايه الاوليه، بتقدم خدمات زي ما قلت لحضرتك كده، خدمات طب أسرة، تطعيمات ومتابعة نمو وتطور، عندنا طبعا الفيروس سي وفحص ما قبل الزواج، عندنا خدمات أسنان ومعمل، وفي صرف أدوية طبعا للدكتور بيكتبها للمريض. أوريدي احنا عندنا مجموعة من أطباء الأسرة، عندنا 5 أطباء أسرة موجودين أوريدي في الوحدة، بيشتغلوا مع او بيتعاملوا مع الاسر اللي مربوطه على كل طبيب، زي ما حضرتك اتكلمتي مع دكتور احمد في الموضوع ده، ان فعلا كل طبيب اسره معروف عدد الاسر اللي بيشتغل معاها او بيتابع معاها بصفه مستمره. وفي اطباء اسنان، عندنا 4 اطباء اسنان موجودين، في عندنا تمريض الحمد لله بنسبه كافيه تمام، وعندنا ما يقرب من 18 ممرضه في الوحده. زي ما قال دكتور احمد كلم حضرتك على دور طبيب الاسره وموضوع الاحاله، احنا بنقدم خدمات نوصل لمرحله معينه او جايد لاين بيبقى حاططها الدكتور احمد ومجموعه من الناس الاستشاريين او في طب الاسره، طبيب الاسره بيتعامل معاها لغايه المرحله دي، وبعد كده اي حاجه بتعدي السكوب ده او المرحله دي بيبدا يعمل ريفيرال او احاله، بيجي الفيدباك بتاعه الاحاله عندنا بيتحط جوه الملف الطبي للمريض. ممتاز. طب كلميني برضو عن يعني وحدة الكويت، هي واحدة من 25 وحدة صحية بتعمل في بورسعيد. طيب نصيبكم ايه بقى من الاسر التابعة ليكم؟ يعني 5000 اسرة. 5000 اسرة. طيب 5000 اسرة، هل دي قابلة للزيادة ولا لا؟ هو بالنسبة لتقسيم السكان في بورسعيد 5000 اسرة ممكن تقبل للزيادة في وقت ما، بس حاليا كل واحدة هتربط عليها 5000 اسرة. ممتاز. طيب دكتور احمد، يعني هل المريض من حقه ان هو يرجع ايضا لطبيب الاسره، مش بس في حاله وجود مرض، يعني لاخذ راي في بعض الامور، للوقايه، لمتابعه عامه حتى وان لم يكن هناك مرض؟ اكيد. انا لسه برضو كنت بقول لحضرتك ان احنا في جزء من المهام المكلف بيها طبيب الاسره هي جزء الوقايه، بريفنشن، مستويات الخدمه. احنا بنتكلم في الوقايه، ودي المرحلة الأولى اللي هي وقاية من حدوث المرض والتعامل مع المرض، وحتى بعد كده الريهابليتيشن أو التأهيل حتى في حالة حدوث المرض أو حالة حدوث إعاقة فيما بعد. فكل المراحل دي بتمر على طبيب الأسرة، فجزء منها أساسي الوقاية.
والوقاية دي يمكن طبيب الأسرة مميز في الجزئية دي بشكل أكبر من التخصص الأخرى لسبب، لأن هو أوريدي شايف المريض قدامه من الألف إلى الياء زي ما بنقول، عنده تفاصيل العيان كلها من الألف إلى الياء، فبالتالي هو عنده التوقعات ان ممكن يحصل او يكون في عوامل خطوره لبعض الامراض بتبقى واضحه قدامه، ويقدر ان هو يتتبعها ويقدر ان هو يقلل من هذه العوامل بحيث ان المريض ما يتعرضش لهذه الامراض فيما بعد. وده جزء مهم جدا جدا في في في, في الرعايه الطبيه الصحيه بصفه عامه في العالم كله، جزئيه الوقايه من حدوث المرض في البدايه. وزي ما قلت برضو حضرتك جزئيه ان احنا بنتعامل مع المريض من كذا اتجاه، اللي هو الجزء البيولوجي او اللي هو الجزء الجسدي والجزء النفسي والجزء الاجتماعي، فبالتالي حتى المشاكل النفسيه ممكن المريض يجي يعرضها على طبيب الاسره وياخد رايه فيها، فهي ليست فقط جزء البدني او المشاكل البدنيه فقط او الفسيولوجيه فقط، لا ده ممكن هو جزء النفسي او حتى الاجتماعي احيانا، لان ده كله ليه تاثير على الحاله حتى البدنيه للمريض. طيب كلمنا بقى عن التدريب، كنت بتقولي انه بيتم تدريب طبعا اطباء اسره، اولا التدريب تمام. العدد اللي بيتم تدريبه وهل جوه مصر ولا خارج مصر؟ طيب احنا مبدئيا هو التدريب في الفتره اللي فاتت وحاليا برضو في الفتره اللي احنا موجودين فيها دي دلوقتي عندنا في جزئين اساسيين في التدريب، الجزء اللي هو بيتم داخل مصر، وده احنا دربنا في الوقت الحالي مجموعتين تقريبا، يعني في كل مجموعه 30 طبيب، واللي كان القائم على التدريب هي قسم طب الاسره جامعه قناه السويس بحكم ان هو من هو اقدم قسم طب الاسره في جمهوريه مصر العربيه وفي الوطن العربي تقريبا، ولهم باع وهم كلهم طبعا اساتذه افاضل وعلماء في مجال طب الاسره. فده جزء اللي كان بيتم في مصر هنا، وهو تقريبا لمده 6 اسابيع بالاشتراك طبعا مع الزملاء في وزاره الصحه والسكان، بيتم التدريب على اكثر الامراض انتشارا في المجتمع المصري والتعامل معها طبقا للأدلة العمل الكلينيكية، أحدث أدلة العمل الكلينيكية، وتم تعديل حتى وتطوير أدلة العمل الكلينيكية من خلال لجنة طب الأسرة بالوزارة اللي أنا بتشرف أن أكون عضو فيها. فبيتم التدريب خلال فترة التدريب في مصر على زي ما قلنا أشهر الحالات المرضية اللي ممكن طبيب الأسرة يواجهها أثناء عمله في وحدات ومراكز طب الأسرة، وازاي يتعامل معاها، وازاي ان هو الجزء طبعا لسه كنا بنتكلم فيه جزء الوقايه وجزء التثقيف الصحي للمريض وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها، والجزء كمان الكلينيكي على المهارات الكلينيكيه، الكشف الطبي ازاي يتعامل بالنسبه لكل التفاصيل، كل حاجه خاصه بالمرض، جزئيه المرض الخاصه بيه. الكلام ده كله بيتم خلال تقريبا حوالي 6 اسابيع، احنا اوريدي عملنا تدريب لمجموعتين. في جزء تاني من التدريب اللي هو بيتم في المملكه المتحده في انجلترا، وده تقريبا لمده اسبوع، هو فيه تقريبا مجموعتين برضو تم تدريبهم في المملكه المتحده خلال الفتره اللي فاتت. والجزء ده يمكن مهم جدا لسبب ان احنا عايزين اطباء الاسره يشوفوا اوريدي منظومه شغاله وناجحه، فده الأهمية بمكان إن إحنا أوريدي يتعرضوا لسيستم أوريدي استابلشد أو سيستم قائم وناجح ومستبر حتى الآن، عشان ننقل هذه التجربة ونبدأ من حيث انتهى الآخرين، ما نبدأش من الأول. تمام. طيب دكتورة رشا، إيه الخدمات الجديدة اللي دخلت من خلال تطبيق منظومة الصحي الشامل الجديدة، وإيه كمان الجديدة اللي موجودة عندكم في وحدة الكويت اللي حضرتك مديرتها؟ بالنسبه للجديد في الوحده ان احنا دلوقتي بقينا متخصصين في طب الاسره، ما عادش فيه سبيشاليست جوه الوحده غير طب الاسره. تمام. اي تخصص تاني زي ما قلت لحضرتك قبل كده بيتم احالته بره الوحده، او اي حاجه بره السكوب بتاع الوحده، مش تخصص بمعنى اصح. تمام. بالنسبه للحاجات الجديده بقى واللي دخلت بورسعيد ومدن القناه كلها، هي عمليات قسطره القلب والتعاون مع الاطفال حديث الولاده، ودي لاول مره تتم في مدن القناه زي ما قلت لحضرتك قبل كده، تمت في مستشفى النصر في بورسعيد، وعمليات تشوهات العظام في الأطفال، وده برضو تخصص جديد لأول مرة يكون موجود في بورسعيد. ده بالنسبة لوحدة لا مش وحدة الكويت، دي عمليات بتتم في المستشفيات. إنما بالنسبة لوحدة طبعا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك الاسكوب بتاعها أو الخدمات بتاعتها اللي أنا ذكرتها قبل كده هي دي اللي موجودة فيها، بس فيها حتة التثقيف الصحي زي ما دكتور أحمد اتكلم، بقينا نعرف الناس مين هو طبيب الأسرة، عشان الناس عندها يعني زي ما يكون عدم وعي مين هو طبيب الأسرة بالفعل زي ما دكتور أحمد اتكلم في الموضوع ده. طب أهمية نظام الميكنة كمان يعني داخل المنظومة؟ الميكنة هتفرق جدا جدا. أولا هيبقى فيه ربط كامل بين الوحدات والمستشفيات،
هيبقى كل حاجة عن المريض أو المنتفع اللي بيدخل عندنا سواء تاريخ مرضي في العيلة أو تاريخ مرضي قبل كده هتبقى موجودة، وبالتالي لما يتعرض على أي طبيب سواء طبيب أسرة أو طبيب متخصص في أي مستشفى أو استشاري هيقدر يعرف ايه اللي تعرض له المنتفع ده قبل كده او ايه تاريخه المرضي تماما. دي اول نقطة. النقطة التانية هيمنع حتة التعارض الدوائي او الدراج دراج انتراكشن، لان وانس الطبيب الاسرة او الطبيب اللي في المستشفى او في الوحدة او في المركز كتب الدواء، الدواء ده اوريدي بيبقى بيسمع جوه الصيدلية وبيكتب كمان الدواء الحالي، وبالتالي انا همنع حتة الاكيميليشن اوف دوز ان انا اضاعف الجرعة على حد او ان انا اعمل دراج دراج انتراكشن، ده هيتمنع تماما، لان في حتة كده موجودة في الميكنة ان الصيدلي جوه الصيدلية هيقدر يكتب ملاحظاته للمنتفع على السيستم، هيكتبها على التابلتس برضو وهيطبعها ويديها للمنتفع. دي نقطة. النقطة التانية هيراجع الدواء اللي المنتفع بياخده في الوقت الحالي ويقدر يحدد هل ده مناسب ولا مش مناسب. تمام. طيب دكتور أحمد، آخر حاجة هسألها لحضرتك، أهمية المنظومة دي هتكون إيه بالنسبة للمواطن؟ هتنعكس عليه إزاي؟ وهل هي متاحة لجميع المواطنين ولا لفئات بعينها؟ لا اكيد، احنا لسه كنا بنقول ان احنا في هدف كبير قوي احنا عايزين نحققه اللي هو هيلث فور اول او الصحه للجميع. الصحه للجميع بالظبط. فبالتالي مفيش حد طبعا مستثنى ابدا من الخدمه اللي بتقدمها المنظومه، زي ما قلنا باختلاف الوضع الاجتماعي باختلاف الوضع الاقتصادي باختلاف كل حاجه، لا كل الناس ليهم الحق في ان هم تلقوا الخدمه في المنظومه، حتى الغير قادرين يعني. في برضه اعتقد يمكن دكتور اشرف تفيدنا في الجزئيه دي، غير قادرين برضه في السيستم نفسه بيبان ان هو في بعض المواصفات اللي تقول ان هذا المواطن غير من الغير القادرين، وفي الحاله دي المنظومه نفسها بتتكفل بالخدمه المقدمه ليه. فلا طبعا مفيش حد بيستثنى خالص من تقديم الخدمه. تمام. أنا بشكركم شكرا جزيلا دكتور أحمد غريب المشرف على تدريب الأطباء أطباء الأسرة في مشروع التأمين الصحي الشامل وعضو لجنة طب الأسرة بوزارة الصحة والسكان. شكرا لحضرتك شرفتنا. وشكرا للدكتورة رشا ممدوح مدير وحدة الكويت للرعاية الأولية ومدير إدارة المراجعة الداخلية بهيئة الرعاية الصحية. شرفتنا. شكرا لحضراتكم. ودلوقتي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع مع مواجهتنا الثانية عن خطورة وصول الطائرات بدون طيار إلى التنظيمات الإرهابية. استمعوا.